الآن نبدأ على قوة إخواننا المصريين. الله الله على القد والقدة. الله الله أشوفكم خايفين من بعض. الأهلي خوف أستاذ محمود. والله والله شوف الأهلي الآن ما هو الأهلي الموسم الماضي، والهلال الموسم الحالي ما هو الهلال الموسم الماضي. الهلال تفوق. خليني بالهلال سألت الأهلي. اي بقول لك يعني الاهلي يخوف ما في في شيء يقوى على السؤال، في شيء اقوى من السؤال. والسومه ما يخوف؟ لا السومه انا في نظري انه بوجود اسامه هوساوي ما يخوف، لكن فتفه يخوف. علي الهلال يخوف.